تشهد مراكز التطعيم إقبالا متواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم نعم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومئتين وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليونا ومئتي ألف وتسعة أشخاص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة واثنين ألف شخص